تابعونا في تغطية مباشرة للانتخابات اللبنانية على شاشة بي بي سي نيوز عربي. العدالة والمحاسبة لقتلة شيرين أبو عاقلة مطلب وحيد من عائلتها وزملائها وملايين مشاهديها. كيف؟ أناقشكم اليوم في نقطة حوار. أهلا بكم، أنا رشا قنديل. في جنازة مهيبة هاجمها الجنود الإسرائيليون اليوم، حاصروا الجثمان والمشيعين داخل المستشفى في القدس وأطلقوا الأعير على المشيعين على مرأى ومسمع ملايين المتابعين على الهواء مباشرة. ملايين من مشاهدي شيرين أبو عاقلة وزملائها ومواطنيها لهم إرادة واحدة، ألا يذهب دمها هدرا كما ذهبت دماء صحفيين آخرين خذلتهم وأمات السياسة وتصفية الحسابات والاستعلاء بالقوة. الصحفيان الشاهدان قالا إن جنودا إسرائيليين استهدفوهم وشيرين مباشرة بغرض القنص في جنين. الجزيرة القطرية اتهمت إسرائيل بقتل شيرين، وكذلك فعلت السلطة الفلسطينية التي قررت كما يبدو رفع قضية قتل الصحفية الزميلة إلى محكمة الجنايات الدولية. إسرائيل ألقت اللوم في البداية على رصاصة ضالة لمسلحين فلسطينيين، تراجعت بعدها في تقرير صدر اليوم بأن مصدر النيران غير محدد. بالأمس ذهبت هآرتس وقبلها بيت سالم إلى أن شيرين كانت على بعد 150 مترا، وأن وحدة دوفدوفان أطلقت عشرات الطلقات صوبها وزملائها. الطلقة القاتلة كانت بقطر 5.56 مليمتر وانطلقت من رشاش يستخدم ضمن أسلحة الوحدة، لكنها أضافت سطرا على استخدام ذات السلاح من قبل فلسطينيين. لماذا استهدفت شيرين أبو عقلة؟ من يحمي العمل الصحفي في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة؟ من سيحقق في قتل الصحفية الزميلة وإلى ما سينتهي الأمر؟ يمكنكم الاتصال هاتفيا على رقم 00442038752989 والمشاركة عبر الحوارات المنشورة على صفحة شارك برأيك على موقعنا على الإنترنت، عبر صفحات البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر، أو على حسابي على تويتر رشا قنديل بي بي سي بالإنجليزية، أو على فيسبوك بالعربية رشا قنديل. سأتابع مشاركات حضراتكم اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي كما سأتابعها على الهواء مباشرة. أول ما وردنا لنحدد اتجاهات الحوار لهذا اليوم كان من غالب علي، الذي قال إن مقتل الصحفية التي ستصل إلى المحكمة الجنائية الدولية كون احتجاج وإدانة العالم بشأن الحادث البشع غير مسبوق، ولتمادي الاحتلال وإفلاته مرارا من العقاب. في المقابل يرى محمد علي أن المشكلة أنه إسرائيل دولة احتلال فوق القانون، لذلك التحقيق الدولي لن يفيد في القصاص ممن قتلوا أبو عاقلة، لأن إسرائيل محمية من قوة عظمى وبالتالي لا يمكن محاسبتها. هذه عينة من الآراء التي رصدناها حتى الآن، أدعوكم إلى مواصلة الإدلاء بآرائكم لنستعرض البعض منها في حلقتنا لهذا اليوم. أتصور أنه انضمت إلينا عبر خدمة سكايب من جنين بالضفة الغربية المحتلة شذا حنايشة الصحفية.